بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة هنتكلم فيها عن مراكز بدأت تنتشر ومتخصصة في علاج ضمور العصب البصري اللي بتسببه أسباب مختلفة كتير. المراكز دي أنا هذكر النهاردة بعض منها، مش كلها، في مراكز في الهند، في مراكز في ألمانيا، في مراكز في إنجلترا، في مراكز في أمريكا، في حتى في تايلاند، في كرواتيا او اوكرانيا، اسف. المراكز دي بتعالج العصب البصري، ضمور العصب البصري بالخلايا الجذعيه. هنتكلم عن الحكايه دي، بيعملوا الشغل ده ازاي، هنتكلم عن الاسعار بتاعتهم، هنتكلم عن طريقه العلاج وبياخد وقت قد ايه المريض، وهنتكلم عن الابحاث اللي استندوا لها واللي كنت اتكلمت عنها في حلقه قبل كده في الاول خالص، هحط لكم اللينك بتاعتها، وهي عن دكتور اسمه ديفيد سينكلير في امريكا، ازاي قدر ان هو يعالج العصب البصري في الفئران، وكنا منتظرين ان ينتقل الموضوع ده الى البشر، وجات الكورونا اخرت الحكايه دي شويه، ولكن حاليا وجدنا ان يعني مراكز كتيره جدا بدات تاخد الابحاث ديت وتطبقها على الناس دلوقتي وبتعالجهم. فدي بشرة كبيرة جدا جدا لمرضى ضمور العصب البصري اللي بيجي من امراض كتيرة جدا زي الجلوكوما ومرض ليبر او مثلا في حاجة استسقى في المخ او مشاكل كتيرة جدا بتيجي بتؤدي الى التهابات في العصب البصري، التهابات فيروسية، التهابات بكتيرية، كل ده بيؤدي الى التهاب في العصب البصري، وتدريجيا الرؤية بتضعف وتقل الى ان تفقد نهائيا لا قدر الله. والعلاج الموجود حاليا لالتهاب العصب البصري وللجلوكوما والحاجات دي هي علاجات يعني مؤقته وتحفظيه، حتى بعضها فيها عمليات جراحيه عشان توسع يعني المسارات بتاعه السائل اللي في العين، ولكن برضه ما بتنجحش. والقطرات والحاجات اللي بتقلل ضغط العين والكلام ده كله برضه الحاجات دي ما بتمشيش كويس. والنهارده الموضوع ده مهم قوي، هنتكلم فيه كمان على نسب النجاح، هل نسب النجاح يعني تقترب من 100% ولا اقل، وامتى النسبه تبقى تزيد ولا يعني ولا لا ننصح بها المريض. وعموما المراكز دي انت لما تتصل بيها، وانا هحط لينك لكل المراكز اللي موجوده ديت او معظمها في صندوق الوصف، هتفتح كده تحت الفيديو تلاقي صندوق وصف، هتلاقي فيه لينك للمراكز ديت، تتصل بيهم وتعرف المعلومات. طبعا بياخدوا منك ملفك المرضي كله، وبتلاقي يبداوا ايه يحددوا لك مواعيد ويحددوا لك هل يصلح معاك العلاج ده ولا لا. ايه حكايه بقى الموضوع ده كله؟ ايه حكايه الخلايا الجذعيه دي؟ حكايه الخلايا الجذعيه دي هي خلايا موجوده فينا كلنا، بتبدا معاك من نشاتك كجنين. يعني اول حاجه خالص احنا ما بنتكون من حيوان منوي وبويضة، بتتلقح البويضة بالحيوان المنوي وتبدأ تتكون أول خلية لك، دي أول خلية جذعية ربنا خلقها. تنقسم الخلية دي لعدة خلايا، مجموعة من الخلايا بتبدأ تتكاثر، الخلايا دي بقى بنسميها خلايا جذعية. ليه؟ لأنها لا تتطور إلى أي عضو، لا هي طحال ولا هي كبد ولا هي عين ولا هي رجل ولا هي إيد. بعد كده تبدأ الخلايا الجذعية دي تنقسم وتتحول إلى أعضاء، خلاص ما بقتش بقى خلايا جذعية، بقت عين، بقت عظم، بقت قلب، ويبدأ الجنين يكبر ويتطور لغاية لما يولد بعد 9 أشهر. فالخلايا ما قبل التطور ده اسمها الخلايا الجذعية. ربنا خالق حاجات بتحولها إلى العضو الذي يريده الله. المحفزات دي اللي تخلي شوية الخلايا الجذعية من الكمية اللي عندك دي تتحول إلى كبد، أو محفزات تانية تحولها إلى عين، تحولها لعصب بصري، تحولها المخ. المحفزات دي قدر العالم يكتشفها مؤخرا في العصر الأخير، وعرف إن إزاي يحول الخلايا الجذعية دي الجنينية دي بره في المعمل إلى أعضاء. كانت المشكلة أخلاقية طبعا، إنه لازم نجيب أجنة بشرية، وطبعا قامت الدنيا على الكلام ده، لغاية ما جه واحد اسمه يامناكا وعرف ياخد خلايا من الإنسان الكبير، ياخدها من الدهون بتاعته من تحت الجلد كده، يسحبوا شوية خلايا دهنية أو يخشوا على النخاع الشوكي، ينحونا تخش على النخاع
تعمل بذل، تاخد شوية خلايا عادية من خلاياك العادية ويحط عليها عوامل تحولها إلى خلايا جذعية، ثم بعد كده تحط عليها العوامل اللي تحولها للعضو اللي انت عاوزه بالظبط. كل ده خد وقت، خد سنين من الثمانينات لغاية ما وصلنا لإيه من كام سنة فاتوا، وصلوا إلى إن هم يقدروا يحصلوا من الشخص من خلايا على خلايا العصب البصري، خلايا جذعية يحولوها إلى خلايا العصب البصري. أبحاث اتنشرت في العشرينات، يعني 2020 و21 و18 والكلام ده، واتكلمنا برضو على ديفيد سينكلير ان هو ازاي يعالج العصب البصري، وكل ده كان ابحاث. بعد كده قدروا يدخلوها تجارب اكلينيكيه على البشر، وبعد كده بقى تستعمل على البشر الخلايا الجذعيه دي، ويقدروا ياخدوا منك من الدهون بتاعتك، الدهون دي اللي في البطن دي الكرش بتاع الواحد، خلايا دهنيه، او ياخدوا من النخاع الشوكي، حقنة بذل عادية جدا جدا، وياخدوها في المعمل يحولوها لخلايا جذعية بتاعة العصب البصري، وياخدوها بعدها بيومين ثلاثة يحقنوها، حين طبعا بيحول بيكتروها ويكبروها، ياخدوا شوية خلايا صغيرة وبعد كده يكتروها الملايين، حوالي 2 ل 3 مليون خلية، وبعد كده ياخدوا على 3 ايام او يومين في بعض المراكز يبدأوا يحقنوها جوه العين، تروح على العصب البصري، تقول له انا خلايا عصب بصري، العصب البصري التعبان ده اللي عمال يضعف ده، انا خلايا عصب بصري لسه مولوده. بتبدا الخلايا العصب البصري دي تحل محل خلايا العصب البصري القديمه وتجددها، وفي نفس الوقت تفرز مواد زي الطفل كده يعني لسه بينمو، تفرز حاجات منشطات للرؤيه وتحسين الرؤيه عند الانسان، فيبدا الانسان يستعيد قوه رؤيته ويستعيد البصر بنسب معينة هنقولها، وقد تكون تصل بعض النسب إلى 90% في بعض الحالات. وينصح طبعا إن المريض يتوجه إلى المراكز دي بقدر أو بسرعة، لأن يعني كلما بدأنا مبكرا كلما استطعنا إن احنا نعالج العصب البصري بسرعة ونستعيد الرؤية بسرعة وتبقى نسب النجاح أعلى. نتكلم بقى بالتفصيل شوية، اللي يحب يسمع يعني التفاصيل يعني ايه الحكاية بالظبط. اول حاجة الاسباب بتاع ضمور العصب البصري، اول مرض بيصلح فيه العلاج بالخلايا الجذعية هو مرض الجلوكوما او المية الزرقاء، ودي اللي فيها يعني ضغط العين بيزيد ويبدأ يضغط على العصب البصري، وانا اتكلمت عن الجلوكوما في حلقات قبل كده، ويعني ارجعوا لها عشان نعرف بالتفصيل وبالاشكال والرسومات ازاي الجلوكوما بتتكون وازاي بتأثر على العصب البصري وتبدأ تتلفه. ممكن اورام بتحصل في العصب البصري نفسه، ودي بتؤدي الى تلف في العصب البصري برضه. اوبتيك نيورايتس، التهاب في العصب البصري، ودي الالتهاب ده بيبقى يعني يؤدي الى انتفاخ في العصب وفقدان العصب البصري الى يعني وظيفته، ودي بقى ممكن تبقى فطريات، ممكن تبقى بكتيريا، ممكن تبقى يعني فيروسات، دي كلها ممكن تدخل جوه العين وتعمل المشاكل اللي هي بتحصل في العصب البصري دي. في اعتلال عصبي بصري تغذوي، يعني ايه؟ يعني الجوع الشديد، نقص الفيتامينات، بالذات فيتامين بي 12، حقن الفيتامين بي 12 الحمراء دي، او المواد زي اللحوم والالبان والحاجات اللي فيها بي 12 دي، يكون في يعني نقص شديد ومزمن فيها. حمض الفوليك، كل الفيتامينات، ولذلك احنا بننصح دايما ان الناس دي تاخد فيتامينات مخصصه للعين، فيها فيتامين الف وفيها فيتامين بي 12 وفيها الفوليك اسيد وفيها الحاجات دي. بعض المواد السامة زي الجماعة اللي يشربوا الكحول، اللي هو فيه كحول الميثايل، اللي يشربوا 50 سنتي منه كافية انها تفقد الابصار خالص، غير الكحول اللي هو بيتشرب اللي هو الايثانول يعني او الخمرة. لكن في نوع من انواع من الكحولات تانية سامة جدا جدا للايه للعصب البصري. التدخين برضو عند بعض الناس بيؤدي الى التلف في العصب البصري، وفي مواد مادة السيانايد دي مادة سامة، الرصاص ليد كان زمان بيعملوه في مواسير الصرف والميه والكلام ده، ودي اقل قوي دلوقتي او انعدم خالص ماده الرصاص. فده كل ده يا جماعه بتؤدي الى تلف في العصب البصري. في حاجات وراثيه بقى زي مرض ليبر، اتكلمت عنه في حلقه برضه لوحده، وكان في علاج جيني، ماده حقنه جينيه طلعت له، بس طبعا غاليه قوي.
لعلاج مرض ليبر، مرض ليبر او اللي سموه العمى التلوني او عمى الالوان الوراثي. فده مرض اسمه مرض ليبر. الاعراض بقى طبعا اللي بيبقى فيه يعني قلة حدة الرؤية، عدم وضوح الرؤية، انخفاض في الرؤية المحيطية، تغيرات في القرص البصري، انخفاض في السطوع، انقباض حدقة العين بيقل. وهنشوف هنا في يعني رسمة على الفيجوال فيلد او مجال الرؤية ازاي ان هو بيقل تدريجي مع الشخص مع تقدم السن وتدهور وتلف العصب البصري بتاعه. عندنا هنا في الرسمة دي او في الشكل ده واحد، الدرجة الاولى دي البداية النظر طبيعي، بعد كده المجال الابصار بيبدأ يقل ويضيق، المرحلة الثانية ثم المرحلة الثالثة، المرحلة الرابعة بيضيق جدا، المرحلة الخامسة يبقى شبه قرب البصر يضيع، المرحلة السادسة شبه انعدم الإبصار، وده معناه إن العصب البصري تماما يعني أو أوشك على إن هو يموت، يعني ينتهي وتفقد الرؤية تماما. زي ما قلنا إن هم بيسحبوا منك عينة من الخلايا بتاعتك، سواء خلايا الدهون او سواء خلايا من النخاع الشوكي، ويبداوا ان هم يتعاملوا معاها بحيث يحولوها لخلايا جذعيه بتاعه العصب البصري، ويبداوا يحقنوها في العين ويحقنوا منها في الدم. والحقن في العين ده بيبقى يعني تحت تخدير موضعي، نقط مخدر موضعي للعين، يعني مش بنج كلي ولا حاجه. المريض احيانا بيحس ببعض الاحمرار في عينيه، وده بيتعالج بالقطرات العاديه لمده كام يوم كده، وبعد كده عينيه بتبقى طبيعيه. اللي بيبدا يحس بالتحسن تدريجيا لغايه لمده 6 اشهر. ليه؟ لان دي خلايا بتحتاج انها تنمو، وبتحتاج انها تنشط العصب البصري وتغذيه وتحل محل بعض الخلايا اللي هي الميته اللي فيه. طيب ايه هي بقى نسب النجاح؟ قبل ما نتكلم عن المراكز اللي يعني بعض المراكز اللي بتعالج بالخلايا الجذعيه، ايه هي نسب النجاح؟ نسب النجاح في بعض يعني باحد المراكز نشر نسب نجاحه اللي جربها على 133 مريض، وبسؤال للمرضى يعني بيسالوه ايه، هل انت شعرت بتحسن في الرؤيه؟ فطبعا عدد المرضى اللي اجابوا ان عندهم تحسن في الرؤيه كان 62% من المرضى، حوالي 1/3 في المرضى كان عندهم تحسن، وفي ناس حوالي 14% من الناس ديت كان تحسن شديد جدا في الرؤيه عندهم، في 14% كان تحسن متوسط، وفي 34% كانوا عندهم تحسن بسيط. من ال 133 مريض دول كان في 38% لم يشعروا بتحسن في الحاله بتاعتهم، وده اما لان العلاج مش مناسب لهم او لان الحاله بتاعتهم كانت متاخره جدا لدرجه ان العلاج بالخلايا الجذعيه ما كانش مناسب لهم. نتكلم بقى على اهم المراكز العلاجيه اللي موجوده على الانترنت، ويعني بعضهم حاطط التكلفه يعني اللي بتكلف المريض قد ايه. اول مركز هو مركز علاجي في الهند، وانا هحط لك اللينك بتاع المركز ده والاسم نيوروسايت، ولما تخش على الويب سايت بتاعه اذا لقيت الكلام بالانجليزي وانت مش عارف تقرا بالانجليزي، يعني اعمل كليك بالماوس الشمال وقول له ترانسليت انتو ارابيك، يترجم للغه العربيه، هتلاقي كل الكلام كله اتحول لغه عربيه وتقدر تقراه وتفهم كل حاجه المركز ده بيتكلم عنها بما فيها التكلفه. المركز اللي في الهند ده ارخص واحد فيه، هو يعني عامل شراكه مع المركز الالماني وتابع للدكاتره الالمان، ولكن طبعا عشان العلاج في الهند بيتكلف اقل، فالتكلفه العامه بتبقى من 4000 دولار الى 7000 دولار، يعني بيختلف على حسب الحالة، وهم طبعا بيقولوا لك على التكلفة يعني بالمصري حوالي من 200 ل 350 الف جنيه. ده طبعا التكلفة دي هي ارخص حاجة انا شفتها. في مركز كمان في المانيا يعني بيتكلف او بيطلب من المرضى حوالي 21 الف يورو، فطبعا التكلفة دي بالنسبة لناس زي المصريين دي عالية جدا، كبيرة جدا، لان يعني هتبقى داخلة في مبلغ كبير يعني.
شوف اليورو بكام، 60 جنيه ولا حاجه زي كده، فهتبقى المبلغ في المانيا كبير جدا. انجلترا مش حاطين السعر بتاعهم، بس ما اعتقدش انه يختلف كتير، ولا امريكا برضو المراكز اللي فيها ما اعتقدش برضو ان هو مش حاطين اسعارهم. بس انا عاوزك يعني هتسال طبعا عن الاسعار، وهي هتتراوح من ده، لان اكيد المركز اللي في المانيا ده اغلى واحد، 21,000 يورو. ممكن المرضى اللي في دول الخليج بعضهم او معظمهم يقدروا على السعر ده، او لو هيتعالج على حساب الدولة ممكن برضو تقدر هي تدفع الفلوس دي، لكن لو هتتعالج على حسابك هيبقى المركز اللي في الهند ده هو ارخص واحد، والتكلفة ممكن توصل ل 4,000 دولار، وخصوصا لما يعرفوا انك انت من بلد يعني ايه، ليست بلد من بلاد اللي هي الغنية او اقتصادها قوي. في مركز في اوكرانيا، ولكن انا ما اعرفش بقى هل، وطبعا هحط اللينك بتاعه برضو وهحط اسم البلد قبل كل مركز، تعمل كليك بس في صندوق الوصف على المركز ده هتعرف على طول هم كل حاجه. ما اعتقدش المركز اللي في اوكرانيا دوت ممكن تتواصل معاه، هل هو بيقدر يشتغل دلوقتي في الظروف اللي فيها اوكرانيا دلوقتي؟ هو في كييف، وكييف بعيده عن المناطق المشاكل يعني والمعارك وكده، هل هيقدروا يستقبلوه كمريض؟ وايه اسعارهم ايه قد ايه؟ في مركز تايلاند ممكن يكون برضو اسعاره معقوله، فانت بتتواصل مع المركز ده، تحط لهم، هيقول لك طبعا عاوزين ملف الحاله، يبداوا يحددوا لك المواعيد والتكاليف ومده العلاج، مده الاقامه عندهم قد ايه، هي مده مش بسيطه يعني حوالي 2 أو 3 أسابيع، وبعد كده ترجع بلدك وتتابع معاهم لمدة 6 أشهر، ممكن بعد كده عن طريق يعني الإنترنت أو عن طريق طبيب داخل بلدك نفسها. فيعني ده بالنسبة للموضوع، الخلايا الجذعية ده انتشر في أمراض كتيرة، وفي حلقة كمان هتكلم فيها عن الخلايا الجذعية لمرضى السكر، وهو بداية إنجاز كبير. يعني إحنا الحمد لله دلوقتي بقى عندنا طريقة نقدر نوقف بيها تدهور الرؤية عند مريض الجلوكوما ومريض ليبر والمرضى التهاب العصب البصري وضمور العصب البصري، ونحسن الرؤية عندهم. ما وصلناش طبعا ل 100% نجاح في كل الحالات، ولكن الموضوع بدأ، والأبحاث دي الأبحاث اللي اعتمدت عليها المعامل دي أنا هحطها في اللينك عشان أطباء العيون يقروها ويبدأوا يطبقوها. كل أنا عاوزه من أطبائنا أطباء العيون اللي يشوفوا الفيديو ده، بعضهم يا ريت يتبرع ويروح يتدرب في المراكز ديت ويقرا الأبحاث دي وينقل لنا الخبرة بقى لبلادنا، يعني يبقى عندنا مركز ولا اتنين زي دول في مصر، هيكسبوا كتير زي ما أنتم شايفين، وهيفيدوا المرضى بتوعنا بتوع العالم العربي، بدل ما يروحوا لبلاد لا يعرفوا لغتها ولا يعرفوا يتعاملوا معاهم ويدفعوا فلوس كتير. ممكن تبقى عندنا احنا باسعار ارخص، واحنا اطباء العيون عندنا من اشطر وامهر واذكى اطباء في العالم، العالم كله بيتنافس على انه ياخده. طبيب واحد ولا اتنين بس يروح للمراكز دي ويقعد شهر ولا اتنين، الموضوع العملية بسيطة جدا، هيعرف الإجراءات بتاعتها ويقدر ينقلها لنا بقى الخبرة عندنا في مصر، ويبقى عندنا التطور ده، ممكن يبدأ كمان ويبدأ يطور الطريقة دي بحيث ان احنا نوصل ل 100% نجاح للعمليات دي، وننقذ البشرية من مرض، يعني مرض كئيب يعاني منه نسبة كبيرة جدا جدا من البشر. ده اللي عندنا في الحلقة المهمة دي النهاردة، وإلى لقاء في حلقة قادمة وموضوع جديد ومهم وبحث علمي جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.